الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الميت يعطي لحما مطبوخ في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى شخصا أن هناك رجل ميت يقوم بإعطائه اللحم المطبوخ في الحلم إشارة إلى تيسير الأمور وتسهيلها، والله أعلم. رؤية أخذ اللحم المطبوخ من رجل ميت إشارة إلى تحسين الأحوال إلى الأفضل، والله أعلم. من يرى أن الميت يعطي اللحم المطبوخ في المنام إشارة إلى سعة الرزق، والله أعلم. حلم اللحم المطبوخ من الميت في المنام علامة على سماع أخبار سيئة وبعض الكوارث والأزمات، والله أعلم. رؤية أحد الأشخاص أنه يقوم بإعطاء شخصا لحما نيئا علامة على القرب الشديد، والله أعلم. رؤية الشخص أنه يقوم بتقطيع اللحم وتوزيعه في الحلم إشارة إلى موت أحد الأقارب أو الأصدقاء، والله أعلم. حلم الرجل أنه يقوم بتوزيع اللحم على فقراء العائلة علامة على وجود العديد من المشاكل بينهم، والله أعلم. توزيع اللحم في المنام على الفقراء علامة أنه يحتاج إلى الأموال أو يعاني من ضيق في الرزق صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية إخراج صدقة في المنام من اللحم هو علامة على دفع البلاء والتخلص من الهموم والمشاكل في حياة صاحب الرؤيا. من يرى أنه يقوم بتوزيع لحم الصدقة في الحلم إشارة إلى ترقية في العمل، والله أعلم. رؤية إخراج اللحم صدقة في المنام علامة على كثرة الأموال والأرزاق. رؤية تقطيع اللحم الصدقة في المنام علامة على تيسير الأمور وتحقيق أهداف في الفترة المقبلة، والله أعلم. رؤية الشخص أنه يقوم بتوزيع اللحم عقيقة في المنام علامة على تحقيق أحلامه وأمنيته، والله أعلم. لحم العقيقة وتوزيعه في المنام علامة على عودة الشخص الغائب، والله أعلم. رؤية توزيع اللحم عقيقة في المنام علامة على الشفاء من كل الأمراض التي يعاني منها صاحب الرؤيا. رؤية ذبح خروف العقيقة وتوزيعه دليل على حسن النوايا. من يرى أنه يقوم بتوزيع لحم العقيقة في المنام إشارة إلى الأخبار السعيدة التي يحصل عليها قريبا صاحب الرؤيا، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.